في العلاقات الدوليه كاين واحد المفهوم يسمى النزاعات المجمده، وهو مفهوم يحيل الى واحد المجموعه ديال بؤر التوتر اللي بحال كشمير مثلا اللي ما كاينش ليها شي حل وكتبقى مجمد الى ان يريت الله الارض ومن عليها. تاسيسا على هذا المفهوم يعني تم نحت الاوراش المجمده على مستوى التدبير الحضري في المغرب، واحد اكبر الاوراش المجمده في المغرب وهو الورش ديال ترحيل سكان المدينه القديمه لانجاز المحج الملكي. وهذا المشروع كان دار في 88 تقريبا بعد بناء مسجد الحسن الثاني، اللي كانت فرصه للمشرع رأى نظره انذاك اننا مسجد الحسن الثاني غادي نستغلوه باش ان ندير واحد العمليه للتجديد عمراني في المحيط ديالو عبر انزاج واحد الورش حضاري كبير اللي هو المحج الملكي. وبالمناسبه هذا يعني مشروع يعني نوبل، ولكن للاسف الشديد انه من 88 لحد الان يعني لم ينجز هذا المشروع رغم الاموال الطائله التي يعني اقتطعت من الخزينه العامه لهذا الورش وللشركه المكلفه. تقريبا يعني من 88 الان يعني لم يتم ترحيل سوى حوالي 3000 او 3500 عائله بمعدل ديال 100 في السنه، وهذه حصيله يعني جد مخزيه ووصمه عار في جبين الحكومه، بحكم ان يعني المشروع يعني من دار في الاول عاش واحد نقدر نقولوا عمليه ديال التحقيب ديال 4 أو 5 ديال المراحل. المرحله الاولى هي نسميوها المرحله ديال التيه المؤسساتي، ان الدوله ما عرفاتش شنو غادي دير، خلقت واحد الشركه بنكيه لتولى هذا المشروع، لكن الخوف من الاصطدام مع لوفيك صندوق التجهيز الجماعي خلى ان المشروع ما ينطلقش من 88 حتى ل 91. من 91 حولوه للوكاله الحضاريه، لكن الوكاله الحضاريه ديال الدار البيضاء انذاك يعني كان حيازه ديال العقار في سميزه، ولكن الشركه اللي يمكن ان تنجز المشروع لم تكن تملك ولا متر مربع. في 94 المشرع غادي يدارك الموقف وغادي يخلق شركه سوناداك. هذه شركه سوناداك اللي لم ترى النور عمليا ولم تقف على رجليها الا في 98، وهذه هي المرحله الثالثه. نقدر نقولوا يعني هذه المرحله ديال 98 حتى 2002 هي المرحله المشرقه او المرحله الذهبيه في المسار ديال هذا الورش. يعني شركه سوناداك ما بين 98 وما بين 2002 يعني تم اقتناء حوالي 220 هكتار لاصبحت في اسم الشركه، من اصل حوالي 400 هكتار رصدها المشرع لانجاز مدينه النسيم لترحيل سكان المدينه القديمه ولانجاز هذا الورش. لكن من بعد 2002 وهذه الحقبه الرابعه دخلنا لمرحله السبات الى يومنا هذا. تعاقب على شركه سوناداك مجموعه ديال المدراء، تقريبا 5 ديال المدراء، ولكن للاسف الشديد لم ينجز ولا حفره واحده دارت من 2002 الان. والخطير في الامر هو ان هذه الشركه يعني في كل عام كتحول لها الدوله واحد 2 مليار تقريبا، ما بين الاجور ما بين كراءات ما بين تسيير ما بين محروقات الى اخره. يعني في 10 سنين التهمت هذه الشركه بحدها غير في التسيير واحد تقريبا 20 مليار، بلا ما نحسبوا الاعتمادات اللي كانت كتضخ لانقاذ الحسابات الماليه ديالها. اهم دفعه تعطات في 2002 هي 50 مليار، لكن للاسف الشديد يعني المشروع ما مشاش. والحيله اللي التجات لها الدوله لتمويه الراي العام ولتنويمه في الحقيقه بدعوى ان المشروع راه سير النور، تمت المنادات على شركه على صندوق الايداع والتدبير. 2008 شرى الشركه وشرى الاسهم، لما دخلت الدوله صندوق الايداع والتدبير يعني توهم الراي العام ان هذا الصندوق بما يحيط به من هاله وبما يحيط به من وجهه ان المحج الملكي راه غادي يدار ومدينه النسيم ستنهض الاساسات ديالها من الارض. لكن للاسف الشديد يعني اللي ذكر الجمل كملته صندوق الايداع والتدبير، اذ من 2008 الان عاد باش تعوصت اكثر الوضعيه ديال شركه سوناداك. والخطير في الامر هو ان يعني بالموازاه مع يعني صندوق الايداع والتدبير يعني بانت العيوب ديالو في واحد المجموعه ديال المحطات، اهمها الحسيمه، المناره ديال الحسيمه واللي قبل منها المشروع ديال تهيئه الساحل ديال الحسيمه. اذا هذه فرصه باش اولا لاعطاء واحد النفس لهذا المشروع ديال المحج الملكي، لانه من حق بيضاء ومن حق المغرب انهم يشوفوا هاد ربط المسجد الحسن الثاني بوسط المدينه. وثم ثانيا يعني هاد الناس اللي ما مزوجين ومطلقين من 1988 لم يقوى المرء على القيام باي استثمار او القيام باي اجراء، لان كيقول غدا غادي نتحول غدا غادي نتحول، وبالتالي رهنا حوالي 10000 ديال الاسر اللي ضربنا غير لامويان ديال 5 راه تقريبا واحد 100000 ديال السكان يعيشون في المحيط وفي جنبات المحج الملكي اللي كيف قلنا قبيله ما مزوجين ما مطلقين. والان فرصه باش اننا اولا نرجعوا الثقه لهاد الناس ديال 100000 نسمه من جهه، من جهه ثانيه نحيو وسط المدينه باعطاء واحد السفل وديناميه حضاريه جديده لمدينه الدار البيضاء، ثم ثالثا نرجعوا الثقه الناس في المؤسسات ديالهم في البرلمان وفي الحكومه ونبينوا بان راه هذه الاليات راه تشتغل، راه ماشي فقط يعني مكلفه غير بتدبير الريع وبتدبير غير المصالح والامتيازات ديالهم، لا راه كاين هذا البرلمان وهذه الحكومه راه يهتم ايضا بانتظارات الناس وبالمشاكل ديالهم وبتجويد محيط العيش ديالهم في المدن.